ايه الاخبار؟ يا رب دايما تكونوا كلكم بخير. هكلمك النهارده عن شركه مرسول في 2023. مبدئيا كده الجاكيت اللي انا لابسه ده مستلمه عادي جدا زي اي مندوب، يعني مفيش حد ادالي الجاكيت كده بيروق عليا مثلا وقال لي اطلع اعمل لنا فيديو. انا مستلمه زي المناديب العاديه جدا، مش طالع اعمل اعلان لحد ولا طالع اطبل لاي حد، انا ممكن اغيره عادي جدا. اول حاجه تقدر تشتغل بايه في مرسول، يعني ايه الحاجات اللي انا اقدر اشتغل بيها في مرسول؟ اولا تقدر تشتغل بالعجله بتاعتك، تقدر تشتغل بالمكنه بتاعتك، تقدر تشتغل بالعربيه، وكمان ممكن تشتغل مشي او مواصلات عن طريق ان انت تقدم ان انت شغال بعجله وتقدر تشتغل مواصلات او مشي، لكن دايما تكون حريص في النقطه دي وان انت توصل الاوردر للعميل في اقرب وقت ممكن. انا نزلت فيديو المرسول قبل كده تقريبا من حوالي سنه، لكن في شويه حاجات اتغيرت في مرسول حابين نتكلم عليها النهارده ونعرف ايه الجديد اللي موجود في الشركه وهل النظام بتاعها حاليا كويس ولا وحش. طب دلوقتي احنا عرفنا ممكن نشتغل بايه، ممكن اشتغل من سن كام؟ يعني لو انا عندي 16 سنه ممكن اشتغل؟ هو المفروض ان في الشركه لازم تكون فوق 18 سنه علشان تعرف تقدم وتعرف تشتغل كمرسول، لكن ساعات اوقات انا بلاقي ناس شغاله في شارع مرسول بتكون اقل من 18 سنه، لكن القانون في الشركه بيقول لك ان انت لازم تكون فوق ال 18 سنه علشان تعرف تشتغل، ولو انت اقل من 18 سنه ممكن تجرب حظك مع الشركه، ممكن يقبلوك عادي جدا، ساعات بتحصل. هو الزوم بتاع الشغل فين او اقدر اشتغل فين في الشركه؟ يعني مثلا اشتغل في المعادي، اشتغل في مدينه نصر، اشتغل في التجمع، اشتغل فين بالظبط؟ طبعا اول سؤال بيجي في بالك، وهل شركه مرسول ليها زون معين او ليها مكان للشغل ولا لا؟ مبدئيا شركه مرسول ملهاش مكان نهائيا، يعني مفيش مكان معين هتشتغل فيه والشركه هتجبرك ان انت تشتغل فيه، لا انت بتشتغل في اي مكان في القاهره، اي مكان في اسكندريه بنفس الحساب بتاعك، الشركه ملهاش اي زون، يعني ممكن توصل اوردر في التراب او في المقابر عادي جدا. يعني لو انت اتقبلت في الشركه واشتغلت بالفعل تقدر تروح تشتغل في التجمع، تشتغل في المعادي، تشتغل في وسط البلد، في اي مكان انت حابه، لو عايز تروح اسكندريه تشتغل في اسكندريه تشتغل عادي جدا، الشركه ملهاش اي زون وما بتجبركش على مكان معين تشتغل فيه. حلو قوي زي الفل. هي مواعيد الشغل من كام لكام؟ بالنسبه لوقت الشغل او انا اقدر اشتغل امتى في اليوم؟ تقدر تفتح في اي وقت زي ما انت حابب، نفس نظام تقريبا شركه اوبر، يعني عندنا مثلا طلبات، عندنا المنيوز، الاثنين شغالين بشيفتات، لازم بتنزل في وقت معين انت بتحجزه قبليها تبدا تنزل في الوقت ده، انما شركه مرسول شغاله تقريبا زي اوبر بالظبط، هي نفس الفكره، بتفتح في اي وقت وبتبدا ان انت تشتغل على الاوردرات اللي موجوده قدامك، يعني الشركه ولا ليها زون معين ولا ليها وقت معين تشتغل فيه، براحتك خالص. في ناس دلوقتي هتقول لي احنا ازاي نقدم في الشركه اصلا او ازاي نشتغل في مرسول؟ انا كنت عملت فيديو قبل كده عن طريقه التقديم في الشركه، ازاي تقدم في الشركه وتتقبل طريقة بسيطة جدا، هسيب لك اللينك بتاعها تحت الفيديو، بقى ادخل بص على الحلقة علشان تعرف ازاي تقدم في الشركة. وبرضه في فيديو جديد هينزل قريب عن طريقه التقديم في الشركه بنظام 2023، بس اقدر اقول لك ان انت لو هتشتغل بعجله بيكونوا محتاجين البطاقه بتاعتك وصوره لعجلتك، اما لو انت هتشتغل بموتوسيكل او بعربيه فبتحتاج البطاقه وصوره رخصه القياده وصوره رخصه المكنه، بس زي ما قلت لك هسيب لك لينك الحلقه بتاعه التقديم في الشركه، ابقى انزل بص عليها. لو وصلت لحد اللحظه دي في الفيديو انزل اعمل لايك واشتراك في القناه، دي من اكتر الحاجات اللي بتخلي الواحد عايز يكمل في المحتوى. في مرسول انت بتشتغل بالاوردر، ما عندكش حاجه اسمها قبض ثابت، مفيش فلوس ثابته تقدر تطلعها من الشركه، انت بتشتغل بالاوردر، يعني زي ما بنقول كده كل يوم بيومه. طيب الاوردر ده سعره بيتحدد بناء على ايه، او الاوردر ده بيكون بكام؟ العامل الاساسي بسعر الاوردر هو المسافه بتاعه الاوردر، يعني في شركه مرسول الكيلو تقريبا بيتراوح من 3 جنيه لحد 5 جنيه في بعض الاوقات، يعني كل ما المسافه بتاعه الاوردر بتزيد كل ما سعر الاوردر بيزيد معاك. عندنا نوعين من الاوردرات في شركه مرسول، ودي من ضمن الحاجات الجديده اللي الشركه عملتها السنه دي. اولا النوع الاول وهو المطاعم الشريكه، المطاعم الشريكه اللي شغاله مع مرسول او اللي متعاقده مع مرسول السعر بتاعها ثابت، يعني بيجي لك السعر بتاع الاوردر ما بيديلكش اي اختيار، ما بيقولكش خد اختار السعر كذا او السعر كذا، هو مثلا لو الاوردر 10 كيلو هيقول لك الاوردر ده سعره مثلا 35 جنيه، سعر التوصيل بتاعه 35 جنيه، ثابته ما بتتغيرش، الشركه هي اللي بتحددها بناء على المسافه، ودي من ضمن التحديثات اللي حصلت في الشركه في اخر فتره فحبينا ان احنا نتكلم عنها. عندك نوع ثاني من الاوردرات وهي الاوردرات العاديه، مثلا بيكون حد طالب حاجه من بيت لبيت او حد طالب حاجه من محل او مطعم بس مش شريك مع مرسول، في الحاله دي بيديك اختيار ان انت تختار سعر الاوردر، مثلا لو هو 10 كيلو بيقول لك ممكن تحط من 30 جنيه مثلا لحد 50 جنيه او من 30 جنيه لحد 45 جنيه زي ما انت عايز. واليومين دول الحد الادنى والحد الاقصى في الشركه اتغير، فممكن في بعض الاوقات او في معظم الاوقات تلاقي ان سعر الكيلو ما بيقلش عن 3 جنيه ونص، لكن سعر الاوردر في الشركه زي ما قلت لك بيتراوح الكيلو من اول 3 جنيه لحد 5 جنيه. في برضو حاجه جديده ما كانتش موجوده في الشركه قبل كده وهي ميزه التفعيل التلقائي او ميزه التكليف التلقائي. من كام شهر كده الشغل في مرسول كان
بيبقى عباره عن انك تفتح صفحه اوردرات وبتبدا تختار الاوردر اللي انت عايزه وتحط السعر اللي انت عايزه، يعني كل حاجه بتكون باختيارك. طب لو انت مش حابب تتعب نفسك وتخش تدور على الاوردر وحد ياخده منك وحد ياخد الاوردر بسعر اقل منك، ميزه التكليف الترقاء الجديده هي ان انت بتفتح الميزه دي وبتسيبها شغال عندك والاوردر بيجي لك تلقائي لحد عندك. فشوف انت ايه اللي يناسبك، ان الاوردر يجي لك وانت قاعد ولا تختار الاوردر بمزاجك وتطلع الاوردرات الرايقه اللي انت عايز تطلعها. دي حاجه من ضمن الحاجات الجديده اللي في الشركه اللي ما كانتش موجوده قبل كده وحبيت ان انا اقول لك عليها. وانا بشتغل بفلوس مين؟ بفلوس الشركه ولا بفلوس انا؟ في مرسول انت بتشتغل بفلوسك انت الخاصه، يعني بتنزل من البيت مثلا ب 1000 جنيه ب 2000 جنيه بتخليهم في جيبك وبتبدا تشتري بيهم الاوردرات. في ناس هتستغرب لان في شركات بتكون انت شغال بفلوس الشركه، لكن في مرسول انت بتشتغل بفلوسك انت، بتنزل بالمبلغ اللي انت تقدر عليه وتشتغل بيه. يعني بكل بساطه بتاخد الاوردر اللي يعجبك وبتبدا مثلا تروح على المطعم، لقيت الاوردر سعره 400 جنيه، هتدفع 400 جنيه وهتروح للعميل هتاخد منه 400 جنيه والتوصيل بتاعك ونسبه الشركه. طب دلوقتي لو انا مثلا اشتريت اوردر معين والاوردر ده العميل مش عايز يستلمه او عايز يلغيه، عادي جدا بتعمل شكوى من خلال مرسول. لو الاوردر اقل من 500 جنيه بتعمل شكوى وفلوسه بتنزل لك. طب الاوردر لو فوق 500 جنيه لازم بتعمل شكوى قبل ما تتحرك على الاوردر، وقبل ما تروح ان انت تشتريه لازم تعمل شكوى ان الاوردر سعره غالي فوق ال 500 جنيه علشان تبدا ان انت تتعوض لو حصل معاك اي مشكله. في برضه حاجه جديده نزلت في مرسول في سنه 2023 ما كانتش موجوده قبل كده، وهي ان العميل يقدر يحاسب فيزا. يعني قبل كده كان موضوع الفيزا ده ما ينفعش، العميل كان يقدر يحاسب كاش بس على الاوردر، ما فيش حاجه اسمها فيزا. العميل يقدر يحاسب على الاوردر فيزا وفلوسه بتنزل لك على المحفظه في نفس الوقت، يعني اول ما العميل بيحاسب على الاوردر الفلوس بتاعته بتنزل لك وبتقدر تروح تسحبها. طبعا دي نقطه مش حلوه وفي ناس بتعتبرها نقطه سلبيه جدا، خصوصا ان انت شغال بفلوسك لكن الفلوس بتنزل لك في نفس اللحظه، وكمان اوردرات الفيزا قليله جدا اساسا. طب انا بقبض ازاي او القبض بتاعي بينزل ازاي؟ القبض بيتحول مرتين في الاسبوع، مره يوم الاحد ومره يوم الاربعاء، يعني انت بتقبض مرتين في الاسبوع. اي فلوس ليك عند الشركه بتقبضها كل يوم حد واربع. في ناس هتقول لي ازاي في قبض على المحفظه وانا اصلا باخد الفلوس كاش من العميل؟ ببساطه في بعض الاوردرات بيكون العميل مثلا عنده كوبون على التوصيل، فبالتالي ما بيدفعش توصيل، فالفلوس دي بتحول لك على المحفظه كل يوم حد واربع. اتكلمنا برده قبل كده على مرسول وقلنا ان البونص قليل جدا الايام دي، لكن تقريبا اليومين دول في بونص بينزل من فتره للتانيه. مش هقدر اقول لك ان هو كتير جدا وكل يومين بونص ولا حاجه، لكن بنلاقي بونص بينزل من الشركه كل فتره والتانيه، وطبعا البونص ده بيكون من ضمن القبض وبيتحول لك على المحفظه زي ما قلت لك كل يوم حد واربع. حابب اقول لك على حاجه مهمه جدا وممكن تفيد بعض الناس. انت لو واحد عايز فلوس يوميه ثابته، يعني انا مثلا عندي بيت وعايز فلوس ثابته كل يوم، مش عايز ان انا افضل اجري على الاوردرات وعايز الاوردر يجي لحد عندي، هسيب لك رقم في وصف الفيديو باذن الله يشغلك في الشركه على طول وهتلاقي دخل ثابت من الشركه كل يوم. هسيب لك الرقم، ادخل وقول له انت من طرف مستر ميدو باذن الله يظبطك. لو انت ما قلتلوش ان انت من طرف مستر ميدو انا مش مسؤول على اللي هيحصل لك. شغل في مرسول مناسب جدا للطلاب او الناس اللي عايزه حاجات جانبيه تسند بيها الدنيا، فلو انت مش متاكد 100% من مرسول جرب الاول قبل ما تسيب شغلك الاساسي. ده كان كل حاجه عن مرسول النهارده، ما تنساش بقى اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناه. سلام.